الحديث إذن عن تطورات المشهد السوري، معنا من اسطنبول كاتب والباحث السياسي السوري عبر الهاتف سيد أحمد كامل، مرحبا بك. نظام الأسد إذن يخرق من جديد هدنة هشة بغاراته على إدلب، كيف سيلتزم بهذه الهدنة وهو قد خرق اتفاقات دولية كأستانا وغيرها؟ يعني النظام السوري وأسياده، ليسوا حلفائه ولكن أسياده الإيرانيين والروس، لم يحترموا ولا مرة كلمتهم. يعني يحتار المرء من منهم أكذب من الآخر، من منهم أقل التزاما بكلمته، هل الروسي أم الإيراني أم بقايا النظام السوري، ولكن في النهاية كلهم لا يحترمون أي اتفاقات. لا يمكن، لا يمكن، لم يحصل ولا مرة واحدة أن احترموا ما يوقعون عليه من اتفاقات. وبالتالي بالنسبة للسوريين، إعلان هدنة، إعلان اتفاق، هذه كلها تعابير لا معنى لها. لذلك المعارضة أكدت أن هذه الهدنة جاءت كغطاء روسي للتقدم في المناطق التي خسرها نظام الأسد. إذن أين الضامن الدولي الذي أعلن لهذه الاتفاقات؟ لا يوجد الضامن. المفروض أنه الروسي هو التركي. الروسي هو الضامن وهو الذي يخرق الاتفاقات، وبالتالي كل الاتفاقات، حصل نفس الشيء في درعا، وحصل نفس الشيء في حمص، وحصل نفس الشيء في الغوطة. ولكن الفارق هنا هو أن هذه المناطق، نحن نتحدث عن حما وإدلب وحلب، ملاصقة للحدود التركية، وتركيا أخذت موقفا قويا هذه المرة، فتحت أبواب التسلح وأبواب دخول المقاتلين إلى تلك المناطق، وهذا الذي يحول منذ شهرين دون أن يحرز لا الروسي ولا الإيراني ولا النظام ولا حزب الله الشيعي اللبناني ولا الكتائب الشيعية العراقية والأفغانية والباكستانية، لا يتقدمون أبدا، لأنه تركيا تأخذ موقف قوي، فهي تضمن الموضوع بتسليح المعارضة السورية. ألا ترى أن خطوات على الأرض للمعارضة في حماة وغيرها من المناطق قد جاءت متأخرة؟ لا، نحن نواجه أمريكا وروسيا وإيران وإسرائيل وحزب الله اللبناني وحسالة الكتائب الطائفية العراقية والأفغانية والباكستانية والأنظمة العربية. هل تتوقع مننا أن نحقق أفضل مما حققنا؟ نعم، هذا مستحيل. نحن نواجه أشرار العالم كله لوحدنا، لوحدنا بأسلحة بدائية، ونبلي بلاء حسنا، نحقق بطولات لم يحققها بشر قبلنا، ولا أتوقع أن يحققها بشر بعدنا. الآن سيد أحمد، رتل عسكري تركي دخل إلى ريف إدلب لدعم نقاط المراقبة التابعة له في المنطقة، كيف تقيم هذه الخطوة التركية؟ مؤشر إضافي على جدية الأتراك. يعني الأتراك يفهمون الروسي بأنه سكتنا على درعا، سكتنا على الغوطة، سكتنا على حمص، سكتنا حتى على حلب، ولكن هنا لن نسكت. هنا هذه هي الخريطة النهائية، إدلب وريف حما الشمالي وأكثر من نصف محافظة حلب، هذه لن تذهب إلى الروس وإلى بقايا النظام وإلى الإيرانيين وعملاء الإيرانيين. هذه هي الرسالة التركية، ونحن سعداء بها، ونتمنى أن تكون أقوى وأن تتواصل. نتمنى ذلك بكل قلوبنا، وندعو أشقائنا الأتراك بأن يفعلوا ذلك، أن يواصلوا هذا الموقف. يعني في المقابل هناك تعزيزات روسية عسكرية في ريفي حما وإدلب. ميدانيا إذن إلى أين يتجه الوضع هناك؟ التكافؤ المطلق، التكافؤ المطلق. ما يجري يثبت أن السوريين إذا وقفت معهم دولة موقفا صغيرا، صغيرا، دعم صغير من دولة واحدة في العالم، يجعل من السوريين جيشا لا يقهر أبدا، ولا يستطيع أحد أن يتقدم بمواجهتهم أبدا، ولا حتى روسيا ولا إيران ولا بقايا النظام السوري. شكرا جزيلا كاتفيا من اسطنبول، الكاتب والباحث السياسي السوري سيد أحمد كامل.